اشتكى عدد من المواطنين من موقع الالتفاف الواقع في شارع الحرية بمنطقة المقابلين بالعاصمة عمان الخطر، بالإضافة إلى وجود جزيرة وسطية في هذا المخرج بارزة على الشارع الرئيسي بشكل مبالغ فيه، ما يتسبب بحوادث مرورية بشكل يومي. مواطنون قالوا إن شارع الحرية يعد أحد أبرز الشوارع الحيوية بالعاصمة عمان، مطالبين بإزالة الجزيرة البارزة ووضع إشارة مرورية أو مطبات للتخفيف من الحوادث المرورية المستمرة على هذا الالتفاف. رأيي بالمثلث هذا أنه مثلث خطير جدا، وأنا ساكن في المنطقة هاي. الحوادث اللي أنا شاهدتهم هون يمكن 10. الحل لهذا الموضوع أنه هذا المثلث لازم يتسكر وتروح الناس تلف من الدوار. هذا أكثر من 15 حادث سار عليه، هذا قدامي شوف عيوني، كل يومين ثلاثة بيصير عنا حادث. آخر حادث أنا شفته طفل 15 سنة توفى طبعا بحال الدعس على من وراء المثلث هذا، والسيارات اللي تلف يجي من هناك طاير. وحطوا يا سيدي كاميرا، حطوها بعد المثلث هذا، حطوها هي موجودة لقدام المثلث هذا، حطوها هناك. المفروض غلط، أنا موجودة هناك، المفروض تكون قبل الجسر حتى هذا يهدي سرعته. يا أنه يغلقوا هاي إشارة مرورية، الشارع هذا صار كله إشارات، الإشارات هذا الشارع صار اسمه شارع الإشارات، إذا بدهم يحطوا إشارة هون المفروض أنهم سكروا النيوتيرن هذا، غير هيك ما بزبط سيدي. بصير عليه دائما حوادث بشكل يوم بعد يوم، شبه يعني شبه يوم بعد يوم بصير عليه حوادث. سرعة زايدة مرات بكون ما في إشارات، ما في مثلا مطبات لتهدئة السرعة. قبل يومين صار في عليه حادث والله سطر، يعني كانت في واحدة بالسوق نطت من الصيد للصيد فوق البنكيت. الحل يا إشارة يا إما مطبات لتخفيف السرعة بس، لأنه تقاطع الكل بيجي مسرع، فبتفاجئ أنه في بيكون مسرب، بتفاجئ أنه وقف على المسرب، وقف وقوف تام، يا بدي يتفادى يا إما بدي يخش فيه على سرعته. الحل يا إشارات يا إما مطبات تكون لتخفيف السرعة. التقاطع هذا بيصير عليه كثير حوادث، فلو يسكروه أو يعملوا عليه إشارة، لأنه بيصير عليه حوادث كثير مميتة، فننصح أنه يحطوا عليه إشارة أو يسكروه. مثلث خطر هذا، يعني معدل تقريبا يومي في حادث، خاصة المساء، يعني إضاءة بضع ضعيفة، تلاقي أنه يجي صبح تلاقي حوادث، يعني يا حادث يا حادثين صار، غير السيارات تقلب. يعني المنطقة هذه أنت جاي من الإشارة تكون بتهدي السرعة، جاي من عند الدوار ما في مطبات تهدي السرعة، وخط منطقة خطر، يعني خطر يوتيرن بتلف التفاف، بس ما في شيء يحد سرعة الجاي من عند الدوار. فمعظم الحوادث تيجي من جهة الدوار، جاي من عند الدوار ويكون مسرع بده يلف من هون بتفاجئ فيها. الحل انه يكون مطبات للجهة الشمال جاي من عند الدوار يهدي السرعة، او يحطوا الكاميرا، غير هيك ما في. لانه مرة سكر اليوتيرن هذا، في مرة سكرت اليوتيرن بس صارت أزمة، لأنه عندنا إسكان المالية والزراعة وراه، فصار عملت أزمة على الإشارة. يا بيحطوا إشارة مرور هو بهالمنطقة هذه، يا يحطوا مطب بالجهة الثانية يعني كاميرا. المثلث هذا خطير جدا، دائما بيصير عليه حوادث مميتة، المفروض إنه يلتغى ويتحول على الدوار اللي لقدام.